السلام عليكم. ما زالت حادثة احتراق حافلة تمن راس تصنع الحدث في الجزائر، خاصة بعدما شاهد الجميع فيديو المسافرين وهم يحترقون ويصرخون طالبين النجدة. ولعل ما أحزن الجميع هو ذلك المواطن الضحية والذي كان يصرخ بأعلى صوته بطريقة هستيرية ومخيفة، وظن الجميع أنه احترق وهو في عداد الأموات. وقال مقرب من هذا الضحية أن هذا الرجل ولله الحمد ما زال حي يرزق وبصحة جيدة، تعرض فقط لبعض الحروق الخفيفة أثناء إنقاذه لزوجته وابنته، وتمكن من إنقاذ إحداهما، ولكن الأخرى توفيت للأسف متأثرة بالإصابة البليغة.